حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج طارق شو، منورين متابعينا الجميلين. طبعا احنا في عندنا حلقة بعد كم يوم راح ننزلها، راح تكون عن ارقام البرنامج، ارقام كم حقق البرنامج، الاشياء الزينة اللي حققها البرنامج. بس اني شوي ما ابغى هاي طلحين شوي، ناوي اخليها في حلقة 100، ناوي يعني زي كل سنة. الخبر الاول يقول لك صفع وجه المرأة يقيها من التجاعيد والشيخوخة. يقول لكم دراسة اكتشفت انه اقبال النساء على العلاج التايلندي اللي هو صفع الوجه عشان التجاعيد ذي، فلا يدرون عنها عندنا. لا يدرون عنها. بالله عطني كفتك، فش في تجاعيد طالعة بسيطة. ولتي قلبك في وجهك في تجاعيد، صفقني صفقني، طرع 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 عقلنا زي كذا. يعني اي واحده انت بكره رافعه ضغطك سلامات تجي عيد اللي بوجهك، فهم؟ على طول بتقول لك. فحلوه الدراسه ذي، لازم نتبناها. ليش؟ نتبناها. لا احنا مع المره ما ودنا يصير في وجهها شيخوخه. صح صحيح. تخيل على بكره فيها تجي عيد، ليه؟ ترى كان موضوع سهل كف. ما يكلف شيء. واحنا ما يعني ما جاهزين، ما نقصر. طبعا يجونك الحين في المنشن، اوه طالب بيضرب المرأة، لا هذه دراسه. ها؟ دراسه تقول لك ان الحمايه من التجاعيد الكفوف. ما ندخل احنا، احنا نبي نساهم في نجاح الدراسه، زي ما تبنينا دراسات كثيره، هذه واحده من الدراسات اللي نتبناها. احنا بنبي نشوف بعد كم شهر بنشوف حنان. إذا بان فيها تجعيد شوي. حنان فيك تجعيد، ترى 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 كله. يا حنان ما في إلا أنت بقالنا، كل البنات تنحاشوا في البرنامج. بدهم ينقصون البنات تندر في البنات. الخبر الثاني دراسة. الأنظمة الإلكترونية الحديثة تشتت تركيز قائد السيارة. تقول لك هذه كثر ما السيارات فيها زرير وذي صارت تشتت قائد السيارة، عشان كذا الدتسون الزينة. ها ومسجل ضغط والمكيف كذا، انتين هذه التقنية في السيارة. لا عشان كذا ما أبغى أشتري سيارة فخمة أنا، لأن كل ما كثرت الزرير أخاف تشتت. ولا عادي اقدر اشتري لامبورجيني بكره، بس الزرير هواجد وانا رجل الزرير تشتتني في الخط. انا صدق يعني اول كان مكيف هاي لو ذا، قال انت الحين 23.5 24.5 تقعد توزن لما تدخل في عمود. فعشان كذا عشان كذا حافظوا على سياراتكم. طبعا الهمر اللي معك ما فيه ازرار. ما عندي لان ما عندك قطع غيار، كلها اسلاك علاقات من النظام القديم اللي علاقه تحت الطبلون تفتح الكبوت فيه. ما لقى ذي فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم قضيتنا عن الهيئة العامة للإحصاء. الهيئة ذي تختفي لها تغط، ثم يجيبون لك إحصائيات كلنا ندري عنها، يعني ما يحتاج نشتغلون. لا خلنا نعد كم إحصائية. قال يقول لك نبدأ بأول إحصائية. 98% من الشباب السعودي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد إحنا بالله وش نستفيد من ذا الخبر؟ وش نستفيد؟ عارفين إنه 98 إذا ما هم 100% يستخدم. اللي ما يستخدم تويتر يستخدم إنستغرام، اللي ما يستخدم مدري إيش، اللي ما يستخدم واتساب. حتى الشباب الحين يستخدموا، لكن من الشباب قال دقيق، من الشباب أكيد من الشباب. عطيني شاب تقابله جواله ما في تطبيقين ثلاث،
ما ادري يعني ايش وهذا ترى موظفين مفرغين ويشتغلون على الصيان ذا وفي دراء ولجنه وشغل وذا شيء كلنا نعرف. يعني بعطيك خبر ثاني، نسبة الأسر التي تمتلك هاتف متنقل 99%، نسبة الأسر التي تمتلك حاسب آلي 53%، نسبة الأسر التي عندها انترنت 92%. اللي ما عندهم انترنت 92% ذا 8 اللي في المية اللي تكلم عنهم الشبكة ما بواصلتهم، لأن كل الناس الآن يستخدمون انترنت. بالنسبة للحاسب، في حاسب عادي وفي حاسب لوحي وفي حاسب الجوال، صار حاسب تكتب وتطبع بالبلوتوث وكل شيء. هاتف متنقل أكيد أكيد، لأن اعتمادنا كلنا على هواتف. ترى الجوالات نزلت في 2000 و بدري كم، يعني كانت 10,000 أذكر، 19,419 أو 18 ذا الحدود. يعني الحين تتكلم عن 18-20 سنة. هذه من الأشياء اللي طلعوها هم العين. حتى شوف الإحصائية يقول لك الرادو ما سلم منه. يقول لك نسبة الأسر اللي عندها رادو 20%، نسبة الأسر اللي عندها هاتف ثابت 27%. طبعا هي هيئة الإحصاءات ما يدرون ترى المعلومة، خليني بعطيهم. ترى ما عاد صار الناس يشترون الرادو يحطونه، ترى نفس الدش نفس الرسيفر في قنوات رادو وفي قنوات تلفزيون. هذه في الإحصائيات عقدكم ما جلستوا علينا. أبليكيشن الآن أي قناة رادو بأبليكيشن. فأنا ما أدري ليش مشغلين أنفسكم أنتم على الإحصائيات اللي ما لها داعي. يعني نسبة الأسرة عندها هاتف ثابت، الهاتف الثابت ما عاد يستخدم إلا في سنترال سنترال، يعني في المكاتب عندنا مثلا، في الشركات، في الدوائر الحكوميه، في المدري، بس عشان يعني دق تحويله اقول لك شوف لي خلص لي دي بس في العمل. يعني لانه عشان اشبك فيشه واجيب السلك ووزع في كل غرفه تليفون وبسلك، ترى جوالي في جيبي. يعني احصائيات غير مفيده. بيقولون لك بكره لا احنا وراء عندنا مغزى، كل اللي قلتون عارفه، كل ما يحتاج موظفين. يعني جروب الاعداد حقنا في البرنامج ممكن يخلص لكم الموضوع ذا. ما يحتاج مرتبه 7 و8 و9 وكيل وزاره وهيئه وما ادري ايش ورئيس قسم ورئيس موظفين وخصم رواد عشان ذي الاحصائيات. ما يمشي، نبي احصائيات ما نعرف. 23% من الشباب السعودي راضون عن وظائفهم. طب احنا عارفين نقطة انه كلنا درسنا تخصصات ما نبيها لان غصبا عنا في الجامعة وزعونا على كيفهم، ثم تخرجنا نفس الكلام توهقنا ما لقينا وظائف، رحنا كل واحد بس نبي ناكل فتوظف كل واحد في وظيفة، عرفت؟ فعارفين ترى ما في واحد منا، في يمكن واحد، فانا اعطيك ذا الاحصائية، 1% اللي دخل الثانوي وتخرج ودخل الجامعة وتوظف بعد ما تخرج من الجامعة. طبعا في الثانوي اخذ تخصص اللي بيه، في الجامعه تخصص اللي بيه، في اللي عيال كاشات اللي عندهم اسطاب. لان بعد ما خلصوا عيالهم ثانوي حتى لو نسبهم مضروبه سفروهم برا صح، ودرسوهم في التخصص وصبر على ولده، فشل سنه سنتين صبر عليه ثم جاء، حتى لو خريج مقبول بس اسمه خريج امريكا ولا خريج بريطانيا، الان مسكوا شغل مسكوا وظائف. احنا طب ما كان عندنا قدره والله العظيم. قيسونا ذولي كم نسبة عيال كاشات اللي درسوا وترجع تخصصوا، احنا عارفين صح. 68% هذه الإحصائية، 68% يعني بصدمكم، يعني جابوا معلومة ممكن تقول جابوها غلط. 68% راضين عن دخلهم الشهري. من اللي يسحب قروض؟ ليه نص الشعب عليه تنفيذ خدمات، ايقاف خدمات؟ مين هذولي؟
اللي تشكون في تويتر، اللي تشكون في انستا، كلهم دخلهم يكفيهم. خبر رابع، نفسهم نفس الإحصاء. أعمار السعوديين، السعودية مجتمع شاب ونسبة الشباب فيه 67%، 67% أعمارهم أقل من 34 سنة. ويقول لك 51% عيال، 48% بنات. وأقسم بالله إن عارفين، والنسبة توصل 70 بعد، مو 67. صح، العالم درست وخلصت، ترى نزلوا إحصائياتهم في كل مكان، شركات الآن بالتليفون، ما ننتظركم أنتم. يعني شو استفدنا الحين؟ 51% و48، هذا زي استحواذ، مو هذا شو طلوه مباراة الرايد والتعاون، ما أعطيتني شيء، كلنا عارفه. خامس، 99% من السعوديات الموظفات ما يدخرون للزواج، لأن في ناس حنا نكد، فأكيد ما يدخرون. الموظفات ما تدخر، لأن إحنا اللي حنا علينا القاعة، حنا علينا ذا، حنا بنأثث شقة، حنا بنجيب سيارة، حنا بندفع مهر، حنا بنجيب الطقاقة، حنا كل شيء. فتدخر ليش؟ تفل أمها في راتبها لين ما يجي أشكال الشيء التركي. طبعاً هو المقبل على الزواج، حنا قبل الكلام ذا كله. الفارس، الفارس المنكب. يقول لك وأن السبب الأعلى اللي يخلي 58% من الموظفات السعوديات يدخرون هو الظروف الطارئة. 99% من السعوديات الموظفات ما يدخرون للزواج، بعدين يدخرون شيء 58% غير الزواج. لأن تبي تشتري شنطة، هذه الظروف الطارئة، شنطة، تبي تشتري فستان، انزاله انزاله انزاله، فلانة ولدت، فلانة اتطلقت، فلانة عرس، فلانة خطبة، فلانة ملكة، فلانة مدري، تدخل الأشياء ذي. يعني في الأخير ما تدخل شيء. فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم معنا إعلامي سابق وممثل سابق ومحرر رياضي سابق، ملك التوقعات الحالي، حسن الصبحان. والله يا أخي أول شيء سعد الله مساك، تعريفك هذا وكأنك توصف شخص مو بنا. والله والله كأنك توصف شخص. أنت بإعلامي سابق؟ كيف إعلامي سابق؟ الحين إيش أنا أسمى؟ الحين ايش سمعنا عليه؟ انت حالي بس، اول كنت تقدم نفسك مثلا ناشط اجتماعي، انت الحين ملك توقعات. أيوة. لا هو باعلامي ولا هو بممثل ولا الا في كوميديا شيء. لا بس ملك التوقعات. انا شوف هذا كل ما سبق ذكره نسيته، مهملات والله، كل ما سبق انا يعني كلها تجارب فاشله. لم يتد، ما اقدر اقول تجارب فاشله، انا اللي تركت لي بصمه يعني حتى يعني خفيفه واكبر يعني، بس انا يعني ملك التوقعات هذه متعوب عليها. زال على ملك التوقعات. طيب ملك التوقعات، طيب كيف انت يعني توقعت انك في يوم من الايام، بما انك ملك التوقعات، في يوم من الايام توقعت انك توصل للمرحله هذه، انك مباريات كذا النتائج؟ يا اخي والله سؤالك هذا يشعرني بالغرور شوي. لاني بدور لك شوي بس اصبر. لا ترى والله قاري المعوذات وقاري كل شيء. انا شفت اسئلتك اصلا البارح في المنام. والله حلو. لا التوقعات هذه موهبه. انا ترى كنت صغير والله العظيم. يا طارق، وترى انت نجم عظيم كبير حبيبي والله، والظهور معك اول ما قالوا نصدق ضاب قلنا يجي ان شاء الله رب النقل الجماعي، في مشكله يا حبيبي والله يا حبيبي. اسلم. لكن للامانه من كنت صغير ابوي الله يرحمه، الله يرحمه، وانا في سادس ابتدائي كان يضيع مفتاح السياره، وكان يقول لي حصله له 50، انا كنت حصله، كنت اقول يعني يمكن انت اللي مداس المفتاح.
شلون داست؟ اي ايش انت؟ والله كنت حتى اخمن يعني كنت اعرف الاشياء وانا صغير، حتى الطباشير، حتى يعني اللي مع براشيم في الطلاب، كل شيء اعرفه. النكبه ذا، تعرف اللي مع براشيم تبلغ عنه؟ من البرشم. طيب كم نسبة توقعات الصايبة اللي في حياتك تشوفها أنت؟ كرويا ولا خارج الكروية؟ يعني تبغى ناخذها قسمين؟ ايوه انا في انت تخصص كروي. لا وفي تخصص ترى ثاني. حلو، وشو؟ التخصص سري. في الحياة العامة. في الحياة العامة، يعني يمكن اعطيك توقعاتك يعني في الحب. وش توقعاتك في الحب؟ توقعات لي. انا ما اعترف في حب. طب توقع لي، ما قد اعترف. علمني. انت توقعك في الحب؟ انا ما اتوقع لي، انا اتوقع شوف انا مقبل على مرحلة بعد 3 أيام عندي اجتماع. يا كذا يا كذا، وش توقع؟ كذا. انا ما ادري. عطني خطين. لا يعني انت تبغى موضوعك انك تحب، عندك ثنتين، تحب ذي ولا تحب ذي؟ لا لا تنكبنا انت عشان تبي تقول لي قفلنا ذا بيجي نقل جماعي والرطب. لا انا اقول يعني عندي اجتماع بعد يومين. اجتماع بس اجتماع مهم. عملي ولا عمل مستقبلي؟ عمل عمل. لا انا اعتقد انه بينجح. دقيقه والله لا ادورك. والله العظيم والله والله العظيم ترى بروح لهم انا وسيع وجه. بس والله خليني اعطيك توقعي. روح توكل. ما جاك في الشنف ذا. بعد ما شاءت الله. والله روح وسيع وجه، ايش عندك تبغى؟ بروح انا وسيع وجه. روح وسيع وجه. والله لو طردوني. الله عظيم، انا اللي بجيك لبيتكم نقل جماعي. لا تورطنا، ترى بجي بحط رجلي وبطلب قهوه. لا بطلب قهوه ولا شيء، انا اقول لك والله من الان، وانا اقول الاشخاص اللي بيجيكم طارق بعد 3 أيام اعطوها امره. هذا بيتقلبها طلبات. ذا كمان. طيب طيب الحين نروح للكوره. نروح للكوره. طيب مرئياتك للدوري هالسنه، من اللي بيحقق الدوري؟ عاد انت قلت لي انه اوكي الاهلي. الاهلي السنه دي؟ نعم الاهلي. وكاس الملك؟ النصر. يعني الهلال لو برا؟ لا الهلال خلاص، انا قلت الهلال هذا الموسم بطوله العالم بس، رابع العالم خلاص كفايه، يعطي فرصه الباقي. طيب عوده الاتحاد متى شايف انت؟ ما عندك رؤيه متى عوده الاتحاد؟ الا والله انا اجتمعت مع الاتحادين واعطيتهم تنبؤات. حلو. توقعات. حلو. مية تنبؤات، لان التنبؤات يمكن يدخلون لك في مجال السحر. لا هذاك حايك انت. هذاك 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 وذا محيوك. هذاك نكبه، هذاك مجاله يعني مجال غير مجالك. نعم غير مجالك. اوسع شوي. لا الاتحاد ايام سوداء. طبعا نعرفين انه في ايام سوداء. لا بس يعني اسود من كذا. اسود من كذا. انا الاتحاد اتوقع يمكن ينزلون درجه اولى. راح تجيك انا اتوقع انها راح تجي في مقبل كارثه مصيبه. لازم يتلاحقون الامر، اذا ما تلاحقوا الامر فكارثه واقعه. طيب عندي سؤال. يعني انا دائما اشوف المنشن حقك واشوف فيه كميه بنات معجبات بشخصيتك. واشوف يعني انهم يتغزلون فيك واجد. والله يا اخي انا والله قلت كيف كنت مع معجبات؟ انا قلت لهم ليس هدفي اني اصيدهم بسنارتي. والله ليس هدفي. قسم بالله. هم يصدونك. هم يصدون ولا يستطيعون. انا قلت البنت اللي سوف افتنها تعطيني بلوك. لي راح افتنها يعني لانها لو فترتك بنت يعني راح تعطلك. تقعد اللي انت تتوقع هل تخونك ولا ما راح توقعاتك. طيب يعني البنت اللي تحبها تسكر بلوك؟ سكر اللي تحس انك ضعف. لاني انا والله انا في قاموسي انها عام 2020 عام بلا حب. الحب ترى ضياء. طب دمار. انت يعني انت عمرك. طب انا بسالك الان عمرك سمعتها حب ناجح؟ كلها معاناه فشل. هذاك خانته ولا خانها؟ لا بس ما انا يعني ما في اللي حب عنتر وعبله. لا بس انا هذا انا احب بناتي احب. لا لا بس قصدي حب ثاني ذا احبه. مسخره ذا. اي مسخره هذا. عيب عليك.
انت اكبر من كذا ملك توقع. استنى احنا جايبينك علامه قاعد تقول. لا بس انا اقول لك انا ما ابغى ادخل في هذا المجال. طيب من اللاعب الشاب اللي تتوقع له مستقبل باهر؟ والله ولا لاعب كمبدئيا، لاني اعرف اللاعب السعودي سنتين ويخبط يدخل في مجال هذا اذا قبل ايش. والله بس انا اقول لك يعني يدخل في مجال يعني غير احترافي. حلو غير احترافي، بس انا اعتقد مبدئيا انا اشوف فراس بريكان وعبد الله الحمدان. طيب انت داري ان اللاعب اللي لاعب الكره عندنا راتبه حول 500,000 ريال، كيف لو حسن الصبحان راتبه 500,000 في الشهر؟ 500,000 راحت فين توقعت؟ 500,000 500,000 في الشهر راتب. والله اتقاعد بعد شهر، اطلب اعتزال بعد شهر. والله اعتزل بعد شهر، انا جالس احسب لي يعني انا الان في وظيفه جالس اجمع متى اوصل ل 200,000 بعد 20 سنه. لا بس والله انا اعتقد لعيبتنا مرفهين يعني صراحه لعيبتنا اعطي اكبر من حجمهم. اتكلم معك بصراحه، يكدون ترى طول الموسم. وش يكدون؟ والله حسيت اني كد من رياضه جده. اي بس وش عنده حصص كل يوم تمرين، عنده مباريات، يطلع من بطوله، ترى ما يمكن اجازته ما توافق الا 10 ايام في رمضان. كلها بالعكس، 10 ايام اللي هو يتدرب فيها، 10 ايام في السنه يتدرب فيها. انا اعرف مصايب اللاعب ما يتدرب. يعني انت مخترق ادارات؟ مخترق مو مخترق، انا متعمق بس بعض الادارات، بعض الادارات لا. يبي السلامه. طيب يعني متنبأ شيء ان الانتقالات الشتويه بتكون في صفقات ثقيله ولا لا؟ انا ما اعتقد ان في صفقات ثقيله، انا اعتقد الانديه اعتقد انهم ممكن، بس ادواردو حسب خبري ادواردو عليه بيروح لوحده. اي مو بتوقع ذا في الجفر الرياضيه كاتبين. إيه؟ بس انا ذكرتها قبل. تضحك علي. طيب خلينا نشوف فيديو. انت ما توقعت فوز النصر بالاربعه في بين الشوطين، توقعتها بالاربعه، ما كان حد يتوقع بين الشوطين والنصر مهزوم 2-1، قلت بالاربعه وفي بلنتي وفي كرت احمر وحصل ما توقعته. نسبة فوز برشلونة 0، نسبة فوز ريال مدريد 0، مباراة عادل لا تتعب نفسك. نسبة فوز العدالة 0%، مباراة راح تكون من طرف واحد، مباراة سهلة، الله يكون في عون العدالة. أنا أعتقد بكرة راح تكون أكبر خسارة لهم في الدوري السعودي، راح تكون مصيبة كارثة عليهم، أتوقع 4-5-6-7 في الحدود. ايش الرشاوي اللي تحت الهواء؟ طيب هذه ثلاث توقعات ضربت عندك. هذه ما هي بسهله، تاريخيه. ترى ريال مدريد برشلونه، رحت لاسبانيا ثم دورت للعصريه هنا مباراه العصر وبرشلونه بدري وايطاليا والصحافه ترى الاسبانيه تكلمت عنها. طلعوك الصحافه الاسبانيه. اسبانيا والايطاليه، بس الايطاليه كان عليها عتب على الصحافه الايطاليه، سموني جني توقع. يعني انا بالله لا جني، انت لو تقرا لا بس يعني لو تقرا المعوذات تختفي. لا بس هم كان عندهم اخطبوط ايام كاس عكا، اخطبوط يحطونه يروح للكوره يختار من اللي بيفوز، وبعدين جابوا ما ادري شو اسمه هو، وش كان غير الاخطبوط؟ قطوه، بعدين سمكه، بعدين كذا يجيهم واحد يرمش بعيونه يجيب التوقع. ما ترى اكثر من مجال. انا بعطيك توقع، اختارك التوقع الان امام المشاهدين من 1 إلى 100، وسوف اطلع 1,000,000% كم الرقم اللي اخترته. روح، انا احس اني في قامه ذا، انا احس اني عارف الرقم كذا، ما ادري. يلا سبحان الله اخترت، اكتبه في ورقه عشان ما يتم تغييره. ما والله ما عندي قلم. ان النفس امرته بالسوء. تفضل. شو اشتري قلم؟ مش لا بس مو جاي بث، بطلع معك يعني لازم مكشف. ما طالع، شوف. يلا راح. انت تحب الارقام، انت تفكر في الفلوس كثير صح؟ 90 ريال. 90 وش دخل الفلوس بال 90؟ يعني تحب الارقام الكبيره. تراك وترتني. وترتني. 90 ولا كتبت 90؟ 90
صفقة. والله تسجيل. صفقة. جبنا رقم ما نجيب نتائج. طيب يلا. طيب اسمع رقم ثاني يلا. واضح إنه متفقين. لا والله ما عم نتفق إحنا. هذا هذا لا قلم قلمك فيه بلا والقلم هذا مغشش نايم فيه. طيب ناخذ قصيده لك. انا اقول لك في القصايد صح نطلع شوي من جو التوقعات. وانا قصيده هلا رايتها اسفل الوادي رايتها اسفل الوادي فصبرت فرأتني مبتهج الخدين مبتهج الخدين ممتلئ العيون الدموع بالعيون فقالت نعم ماذا تريد أيها الغريب فقلت لقد سحرني عيناك وريحتك. أنا الحين عرفت ليش سنة 2020 بلا حب. صدق صدق يعني نفكر في يوم من الأيام ترسلها الواحدة ذا القصيدة. والله أن القصيدة عميقة بس أرسلتها أرسلتها وخذيتها باللغة وجوني أخوانا جاني أخوانا وجوني أخوانا وجوني مشاكل وقال قالت لي يا أم ريحة ومدري إيش ريحتك. لا قصيدة راح فيها بس والله هي والله انها بس عميقة والله عميقة رأيتها اسفل الوادي فصفرت. ترى والله التصفيرة ذي حلوة والله نزلتها في السناب قبل فترة والله لان التصفيرة ذي انا متابع سنابك ما شفته كيف عيب عليك والله متابع بس يمكن انك نزلتها وانا خلني اتوقع ما تتابعني انت في السناب الا والله تابع والله والله اوريك جواب لا خلاص شوي شوي انت قفلته خلاص شوي انت فكر وش قلت لك حطه سالم ما قد قفله ما توقعاتك بس قفلته عشان طيب تتوقع ان الحلقه بتضرب ولا لا ما مليون في المية انت كل حلقاتك تضرب مع لا لا بوجودك احنا نتكلم لا لا ان شاء الله احنا تضرب يعني توقعات يعني اعتقد احنا ممتازه جدا راح يعني تكون قويه. طيب من اللاعب الاسطوره اللي تشوفه له مستقبل في التدريب لاعب سعودي ولا اجنبي سعودي حاليا يلعب ولا قد اعتزل يعني اعتزل ما عاد في اساطير يلعبون والله انك صادق والله على الجرح ما عندنا الا الشلهوب وخلاص الشلهوب الشلهوب خلاص يعني اعتقد حسين عبد الغني فيه جرينتا يضرب اللاعب يمكن يضرب اللاعب ويعرف اللعيبه يعني جاتوزو نفس يو جاتوزو نفس بس لا ذاك جاتوزو ذاك معضل تبي تشوف لك سكتش قديم عندي سكتش؟ ايه سكتش وش ذا؟ شوف انا يا ابو الهل يا ابو الهل يا ابو الهل هذه ايام التمثيل ما هي اشوف هذه قابلوا لي شباب وقالوا نبغى فزعتك انا ترى التمثيل انا صفر انا ترى ما لي علاقه بالتمثيل مثل علاقتنا باللغه يعني التايلندية الفرنسيه لا فرنسي نتكلم فرنسي نتكلم ايطالي نتكلم ايطالي حلو عطنا ثلاث كلمات ايطالي ثلاثه فرنسي توقعت السؤال ما توقعت السؤال بس والله والله ماني متفق معك بس والله العظيم يعني بالياباني ايه بالياباني بس ترى مو لغه 100% شخطتين شخطتين كذا ماشي حق رؤوس اقلام رؤوس هتوه يجي قدانو يعني يكون تقضي يعني لها حلقه مثيره حلقه مثيره للجدل حلقه مثيره للجدل. طيب قل يعني اوكي انا اقول لك جمله تقولها يعني ها الياباني ما تبغى فرنسي حبشي والله عندي مقاطع طيب قلت لي ايطالي انت طيب ايطالي الو يلا ايطالي 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 تردي له سيرامتي له كارتانا سيلو جاتوزو والله اني طيب ايش كان هذا واحد في الخط ايش جاتوزو كاتوزو يعني لاعب يعني اي سي ميلان يعتمد على مدربه كاتوزو والله لديه مدرب اسمه كاتوزو طالع تكلم ايطالي
والله ترى اديله سلام اديله وش دي؟ اديله سلام اديله ذي حقت باصات حق بابا والله يا اخي هذه حتى الفرنسي دويجو كوبوكو غاتزيب وما لا في لا في دلافيت دنافيس دنافيس هذه لهجتنا والله العظيم طيب اوكي مصدق ترى مشكله في ناس تابعونا فرنسيين وايطاليين انا في ياباني في مباراه الهلال وذا ارسلوا له مقطع وقال هذا الحسن اللي يتكلم الياباني صحيح الياباني هذاك اعتقد انهم يعني كان معطينا رشوه يقول لا هذا كاذب انا كاذب هو معطينا رشوه عشان يقول حسن كلامه غلط انا اعتقد انهم مشجع ضدي والله العظيم وصلنا صدق طب يمكن ياباني من شرق اليابان غير غرب اليابان يتكلمون لهجه ثانيه والله ممكن والله ما جت بالي صح اليابان كبيره ترى اليابان يعني جزر في الاخير جزر صح يمكن الجزيره ذي لهجتهم غير ذي ما تدري الله يوفقه انت يمكن عاميه تتكلم انت الياباني والله عامي طيب حركه العين ذي مبتكره صح ما تدخلك في مشاكل إذا والله دخلت في مشاكل والله العظيم أنا مشكلي واحد قال أنت ساحر أنت إيه مشرك وش قلت له قلت قال أنت قال ليش أنت تطالع فوق قلت شوف هذا الشو حقي هو قلت يعني إيش يعني أطالع فوق إيش يعني قال أنت تشوف المباريات وتمشي مباراة تعد اللمبات بس يعني أطالع في السقف عد اللمبات والله صادق تفقدها المحروقة واللي فيلم بس هذه يعني ما جوك يجونك في منشن يقول لك استغفر تب إلى الله لا والله يجوني يفكروني اشوف النتائج بالذات هذه التوقعات العميقه عميقه طبعا. يعني انت ترى شوف انا لاحظت انا متابعك لي فتره انت توقعات مباريات التافهه تعطيها نتائج اي كلام ما يهمك حتى لو غلط ولا صح والله انك صادق قسما بالله هذا اللي ما يحدث اي يعني حتى ما اشوفك حتى عيونك ولا شيء تعطيها كذا بالطرف على توقعك الشخصي العامي مجامله للجمهور والله نعم. مجامله للجمهور لان الجمهور يضغط عليك زي اليوم توقع الاتحاد ذا والله من باب توقع الاتحاد يعني ابغى يفوز الاتحاد بس مجرد يعني تعاطف والله قلبك كبير ابو سبحان نورتنا الله يسعد سعدنا فيك انا اكثر وش الجاي بعد التوقعات وش تشوف لنفسك يعني ممكن انا والله اني ابغى افتح لي عياده في عياده انا يقول لي في اشخاص سبحان الله العظيم اني انا احلل الشخصيات وايضا الاشخاص اللي يعني يعانون من ارق ومن كبت طيب يعني انا احلل شخص انا عندي ارق وكبت اوه شوف كيف تنهدت وانت عندك مشكله عميقه وش يبغى لك سفريه انت برا السعوديه هذا الحال طيب بلال ايش رايك بلال عنده مشكله هون والله وهذا بلال اللي هناك لا اللي تحت اللي هذا ما عنده كارثه مقبله مصيبه بوف ومروان والله مستقبل مروان خطير اتوقع مستقبلها يعني غامض مدحدر تركي لا تركي والله قضيه عنده سالم سالم انت قضيه اختلاس اوف سيف 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 والله سيف هذا يعني نعتقد انها يعني بيكون شريطي فاشل بس حماده عاد نبغى نتبع حماده كمطرب البرنامج وما شاء الله عليه الحين ما عاد يفضلنا والله يعني حماده إيه؟ يعني اعتقدت انها يعني صراحه راح يكون باذن الله لها مستقبل باهر يعني باذن الله راح يكون كمطرب ولا كايش؟ لا يعني مو غير مطرب انا مطرب يعني راح يكون عنده يعني تاجر فحم اليوم في المخيم عندي بعطيك غيشة نورتنا يا حبيبي الله يطول عمرك شرفنا فيك انا سعيد بالظهور في برنامج كان اعتبر البرنامج الاكثر مشاهده والاكثر تاثير يا حبيبي والله نبي نهديك اغنيه احنا حبيبي انا تتوقعت وش هي؟ درب الجنوب ها؟ درب الجنوب ترى حوله في خريطه هي درب المدينه انت قريت اول شيء توقعت انا مسجله عندي درب الجنوب يلا اوكي اعطونا درب الجنوب مسجلين